أهضم موقف، كثير مواقف خصوصاً مع المشتركين، يعني المشترك اللي كان حاط كحل كان موقف مضحك، موقف الموضوع الخطوبة ما خطوبة، أنا كان السؤال كان عندي يا فضول، يعني أنا أول ما أتعرف على ناس أول سؤال أسألهم يا مرتبطين أو لا، مو على مود عندي أهداف معينة بس فضول، من باب الفضول. أحس هذول المواقف يعني كانوا هم يعني حلوين بعلاقة ايدل، ما انساهم إلى حد الآن. هي تجربة خلينا نقول إنه، وأكون صريحة وياك، هي غيرت يعني من شخصيتي، من تفكيري. حسيت إنه صار عندي مسؤولية أكبر، حسيت الجمهور والبرنامج حطني بمكان، يعني شلون نقول، مكان أكون مسؤولة به. فأعتقد عراق آيدل غير نوعا ما من شخصية رحمة فعليا. يعني أنا كان دائما حلمي أني أكون بلجنة تحكيم، لأنه دائما بس أشوف هاي البرامج أحس هواية، أحس بالمشتركين، حاسة بخوفهم، حاسة بمشاعرهم، كنت دائما أتمنى أقعد ورا هاي الطاولة حتى أنتص هذا الخوف. يعني هواية أطلعون أكو ناس هواية تطلع تغني حلو، بس إيش قد ما الخوف مسيطر عليهم ما يعرفون يغنون حلو. فكان هدفي الأساسي لما شاركت بهالبرنامج إنه أمتص هذا الرعب من عندهم، وأكون قد ما أقدر أكون بعمرهم، أكون صديقتهم، أكون مريحتهم. يعني أسعد يوم بحياتي، هواي أيام. الجو اللي تربيت فيه، يعني العائلة الفنية، أثر على 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 تكوينتي، لأنه أنا صرت ما أعرف أسوي ولا شيء بالدنيا غير إني أكون فنانة وأحكي بالفن وأتعارك على مود الفن وأدافع عن الفن. يعني صار هو محور حياتي، يعني صرت عايشة معه ومتعايشة وأحبه. يعني ولا أتخيل أصلاً نفسي أكون ممتهنة غير مهنة ثانية. يعني أعشق الكاميرا وأعشق الظهور وأعشق الشهرة وأعشق الفن.